تحضرش هذا الفيديو، اطلع من هذا الفيديو اذا ما كنت من هاي الثلاث فئات، اذا ما كنت طالب مدرسة او جامعة، او اذا ما كنت موظف قرفان وظيفته، او اذا ما كنت شخص قاعد بأسس البزنس الخاص بس واقع يعني بوصل آخر الشهر ويدوب مصاريفه مكفيته. إذا أنك واحد من هاي الثلاث فئات اللي بتجسد معظم الشباب الوطن العربي، فاقعد لأنه هذا الفيديو والله العظيم رح يبسطك، عن جد مش مزح رح يبسطك، فكسر لي كبسة اللايك واطلع لي بالإنترو. أهلا وسهلا الشباب، شرفتوا يا أبطال، رجعنا اليوم بحلقة جديدة من سلسلة اللعبة. إذا كنت واحد من الثلاث فئات اللي ذكرتها في بداية الفيديو، فأنت دائما في عندك إشي بدك تعمله وعلى الأغلب مش عم تقدر تعمله، مش لأنك أنت سيء بس لأنه فعلا صعب. وفي هذا الفيديو راح أعطيك الحل، لأنه هذا كان الحل لي لما كنت في مكانك. تحدي بسيط جدا بشاركه فيه آلاف من جميع أقطار الوطن العربي، بلش في 2019 من أكتوبر 2019، واليوم الإعلان عن التحدي 13. يمكن أنت بتحكي طب وأنا مهلي ليش أشارك بهالتحدي؟ والله موضوع المشاركة بيرجع لك، بس يا صاحبي هذا التحدي بحل مشاكل معظمنا عنا إياها. مشاكل زي شو؟ زي التسويف، زي التشتت، الاكتئاب، الكسل، مشاكل فكرية زي التفكير السلبي، زي التردد، زي الشكوك، وأهم إشي كيف تتحرك وتبلش تشتغل على اللي بدك إياه كل يوم. فليش تشارك؟ بعتقد فيش عاقل راح يضيع هيك فرصة. فنيجي هسه لكيف تشارك. لتشارك بهالتحدي بدك تحط هدف، مهارة بدك تتعلمها لتشتغل على النت وتتحرر من وظيفتك، تحسن من تحصيلك كطالب مدرسة، كورس مهم لشغلك بس بحتاج تركيز، إدمان بدك تتخلص منه، أو ببساطة إنك قررت تبطل مقضيها قاعد لا شغلة ولا عملة. باختصار شو مكان هدفك؟ حط في راسك انك توصله خلال شهرين. قسم مهامك لمهام يومية، وجنب المهام اليومية تبعت هدفك بدك تعمل المهام الأساسية. طبعا ثائر شوي بس، تحدي لازم يكون عندي هدف، تمام فهمتها، ولازم أقسم هذا الهدف على شهرين، فهمتها، ولازم أحط مهام يومية لكل يوم، فهمتها، بس شو هي المهام الأساسية؟ مهام بسيطة لكنها مهمة جدا وما في عنها أي غنى، لتهيئة جسمك وذهنك لتدخل في عمل عميق. المهام إعادة ضبط نومك واستيقاظك، الصلاة في أوقاتها، الرياضة اليومية، جلسة تعلم، وعمل على هدفك الشخصي بما تبقى من اليوم. إذا حققت معظم مهامك خلال اليوم أنت راح تأخذ جائزة. لا لا مش قصدي جائزة زي هيك، قصدي أي شيء بتحبه، بتحب تلعب على تلفونك، بتحب تحضر أفلام، بتحب تلعب فيديو جيمز، هذول الشغلات احرم نفسك منهم خلال اليوم وخذهم بالليل كجائزة. كل إشي بتحرم نفسك منه بتزيد قيمته. إذا أنك بتوقف أكل وبتجوع بصير الأكل أزكى، إذا أنك ما بتشرب مي لخمس ساعات المي بتصير أزكى. كل إشي في الدنيا بصير أحلى والاستمتاع فيه أكثر إذا أخذته بعد فترة انقطاع، وهذا الانقطاع بده يكون خلال اليوم. خلال اليوم اشتغل، وآخر اليوم أعطي لنفسك جائزة، ومعيارك أنك تخلص معظم مهامك. ما حكيت كلهم لأنه الدنيا متقلبة، إحنا ما بنقدر نسيطر على كل شيء. فإذا بتعمل مهمات اليوم بتأخذ جائزة اليوم، إذا ما بتعمل مهمات اليوم بتتعاقب اليوم. وشو العقاب؟ أنت اختار العقاب تبعك، أنا ما ليش خاص، لكن أنا كثائر أنا بالعادة بعاقب حالي بالحمام البارد. عن جد عقاب ما بيأذي صحتك، بالعكس منيح كثير للصحة، بس بنفس الوقت بخليك تحرم أنه تعيد هاي الغلطة اللي عملتها اليوم. وهسا نيجي لآخر وأهم قسم في الفيديو، الرعاية. هذا الفيديو برعاية كبسة اللايك، عن جد ما بمزح معك، الفيديو هذا برعاية كبسة اللايك، كبسة اللايك، الفيديو هذا برعاية كبسة اللايك. يا إخوان خلاص فهمتوا يعني. لا عن جد نيجي الآن لأهم كلام في هذا الفيديو. الحياة يا إخوان اللي راح نعيشها راح نعيشها، ما حدا راح يموت ناقص عمر، كلنا راح نأخذ وقتنا بهذا العالم، وكل واحد فينا عنده الإرادة الحرة لاختيار مصيره. ومصيرك الآن حرفيا بإيدك، حتى لو حياتك اليوم صعبة، إذا بتختار أنك تحل المشاكل اللي عندك، وأنا راح أعطيك هذا الحل خلال هذا التحدي، فأنت مستنيك مستقبل آخر. وصراحة أحكي لكم إياها ما نكذبش على بعض، الإنسان بس يتبع شهواته وملاذه بعد وقت بصير حرفيا تابع لهي الشهوات، والإنسان بس يشغل نفسه بما هو نافع بعد وقت قصير بصير حرفيا إنسان استثنائي.
اختار الخيار الصعب الآن عشان ترتاح أول السنة. والله العظيم في 1/1/2023 بيكون شعورك غير عن كل الناس، مش لأنك حققت الهدف، لا، لأنك إعادة ضبط حياتك بطريقة واقعية جدا. وبرضه هذا كلياته التحدي مصمم تبعا لمنهج اسمه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي، برانش مهم جدا في علم النفس، فكلياته مبني على حقائق علمية. للناس اللي طالع اليوم انكتب فيه كوبيتين شعر في نفس القصيدة، والناس اتذكروا الجانب المظلم لما قال الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وكثير ناس أخذت هذا الكلام وخلص هذا كلامها، بس الثاني جاوبه وهو ماضي في طريقه: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما أرادت لها السفن، تجري الرياح كما أرادت لها السفن. التحدي بيبدأ في 1/11/2022، المشاركة مجانية للجميع، جيب قلم ودفتر وساعة يد وجهز حالك للبداية، لأنه بإذن الله تعالى رح ينكتب صفحة جديدة في حياتك إذا إنك شاركت في هالتحدي. عاشوا الأبطال، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.